الخير عليكم، مرحبا بكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم حبيباتي جبت لكم موديلات قنادر اعراسي، قنادر جزائريه ان شاء الله ينالوا اعجابكم. نبدا لكم بالموديل الاول على بركه الله. هذا الموديل هايل بالكالون ماروكا، عنده لا سنتور شابه بزاف، عنده دي بتي موتيف ملصقين كما راكم تشوفوا. موديل هايل، وهذا قفطان جزائري، موديل شباب بزاف بالقطيفه. وهذه القفطان كذلك بالساتان، موديل شباب بزاف، عنده لي زابليك، لا مونش هايله كما راكم تشوفوا. نفس الموديل في البلون كاسي، موديل شباب بزاف ان شاء الله ينال اعجابكم. وهذا الموديل بالسروال الشلقه كما راكم تشوفوا مع لي زابليك، موديل شباب بزاف، عنده لا سانتور شابه، موديل خياطه، موديل دو كلاس ان شاء الله هنا لاعجابكم. الفستان جزائري 100%. وهذا القندوره شابه بزاف في الموطاد مع لابرودري اندوستريال في الماغون، موديل شباب بزاف. وهذا الموديل شباب بزاف، غوب قطيفه مع الفولار، صدر ديالها شباب بزاف مع دي بتي موتيف. وهذه في الساتان رويال، موديل هايل مع لابروتري اندوستريال، موديل شباب. وهذا الموديل سامبل بزاف وشباب، وعنده الوان مختلفه وشباب بزاف، ان شاء الله يعجبوكم. ونتمنى حبيباتي اذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، نتمنى ما تبخلونيش بلي جيم ولي كومونتير، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس هكذا باش تتواصلوا بجميع فيديوهات القناه. اذا هذه الجبه باللون الاحمر، موديل هايل سامبل وشباب. اذا حبيباتي وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى موديلات تاع اليوم عجبوكم، ونتمنى ما تبخلونيش بلي جام. اذا نخليكم ونتلاقاو في فيديو اخر عن قريب، والى اللقاء.